حقيقة قبل الهوى مباشرة كان موضوع تقرير الخاص بتاع الأمم المتحدة حول يعني مقتل أو قتل الرئيس مرسي داخل السجون المصرية. هل طلعت على التقرير؟ نص التقرير حقيقة لا ما طلعتش عليه، بس يعني شفت الخبر ومتابعت ما جاء في الخبر وقريت على بعض المواقع ما جاء في هذا الخبر. هو أولا من الناحية السياسية والحقوقية ده تقرير مهم جدا، وتوقيت ظهوره كمان في منتهى الأهمية كمان. إيه أهمية هذا التقرير؟ أهمية هذا التقرير أنه بس لا يشير فقط إلى الدكتور مرسي والظروف التي استشهد فيها الدكتور مرسي، وإنما يشير أيضا إلى الظروف اللي بيعيشها الأسرى والسجناء والمعتقلين في سجون هذا النظام الفاجر حقيقة. لأنه جرس إنذار مهم جدا من خلال الأمم المتحدة وتقرير الأمم المتحدة لابد أن نتوقف عنده. ثم ماذا بعد؟ What next زي ما بيقول الجماعة الفرنجة؟ المنظمات الحقوقية، شوف أنا يعني خلال الست سنين اللي فاتوا بالمناسبة هذا ليس تنظيم منظمة العناصر اللي بتشتغل أنا آسف، هذا تقرير صادر عن الإجراءات United Nations Human Rights Special Procedures، يعني صادر عن منظمة أممية، فما الذي تتوقعه غير تقارير حقوقية طبعا. الحقوقية دايما تناشد أو تندد، لكن هنا الأمم المتحدة، ما الذي تتوقعه كرجل سياسي في هذا الإطار؟ شوف يا دكتور، التقارير الصادرة عن المقرر الخاص لإجراءات الإعدام خارج نطاق القانون، هناك يعني جهاز في الأمم المتحدة متخصص في مسائل الإعدام خارج نطاق القانون بيخضع وله مقرر خاص هو السيدة ميشيل باشليه. هذا التقرير صادر عن هذا الجهاز تحديدا، وهذا الجهاز من المهم جدا ان التقرير اللي بتصدر عنه دي تقارير لها مصداقية يمكن البناء عليها. وانا لسه كنت بقول لحضرتك في من لحظة انه الجزء اللي شغال في المصريين في الخارج وفي العمل المناهض لهذا النظام في الخارج هم فرعين اتنين. فرع الإعلام شغال بشكل كويس وبيساهم في عملية الوعي بشكل كويس جدا، والفرع التاني اللي هو نشط خلال الفترة اللي فاتت بشكل كبير وبقى يؤدي دور مهم هو العمل الحقوقي اللي بتقوم به بعض الأفراد والمنظمات والهيئات من المصريين خارج مصر. وده الحقيقة يعني دوره، يعني أنا بنتهز الفرصة دي ومن خلال المنبر برنامج حضرتك إن أنا أحيي الناس دول لأنهم جنود مجهولين، وأنا إلى حد ما عندي اطلاع بالدور اللي بيلعبه هؤلاء سواء كانوا أفراد أو مجموعات بيشتغلوا في العمل الحقوقي وبيشتغلوا بجهد وبضمير ويعني لوجه الله، خالصا لوجه الله، ربنا يعني يجزيهم خير الجزاء. أنا عايز أقول إنه التقرير بتاع النهاردة ما كان اللي يصدر بدون جهد هؤلاء. لاحظ يا دكتور حمزة انه التقرير النهاردة اتكلم على حالات محددة زي الدكتور الحداد ونجله اللي مسجونين وعندهم مشاكل جامدة، ما كان لهذا التقرير ان يضمن هذه الاسماء مع الرئيس محمد مرسي وغيره من عشرات الاف السجناء الا بجهد هؤلاء الناس اللي وصلوا هذه الحالات وبيشتغلوا فيها، وبدون ذكر أسماء أنا بتوجه لهم كلهم بالشكر ربنا يجزيهم خير. التقرير ده مهم جدا لأنه يمكن البناء عليه. بعد ما يصدر تقرير من المقرر الخاص لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون بيتم التوجه بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية. إذا كان هناك ثمت أي توجه للمحكمة الجنائية الدولية بقضية محددة بأفراد محددين بوقائع محددة سيكون هذا التقرير الذي صدر اليوم دليل مهم جدا ومستند بالغ الأهمية من مستندات التقديم إلى المحكمة الجنائية ضد السيسي وضد أركان حكمه سواء كان وزير الدفاع السابق أو الحالي أو وزير الداخلية
ما قبل السابق منذ 2013 وزراء الداخلية المتعاقبين، وطبعا على رأس النظام عبد الفتاح السيسي.